ازيكم يا اصحابي؟ النهارده هنتعلم مع بعض حرف جديد من حروف الابجديه وهو حرف العين. تعالوا مع بعض نرحب بحرف العين ونتعرف على الكلمات اللي بتيجي فيها حرف العين. الصوره قدامنا دوت واحد راجل بيشتغل ويعمل بعض الاعمال، فعشان كده اسمه بيبدا بحرف العين. عامل، العامل هو اللي بيجي يعمل بعض الأعمال زي اللي بيصلح الحاجات أو اللي بيبني أو اللي بينتج في المصنع. الصورة دي قدامنا حيوان مكار دايما بيعمل مقالب في أصحابه الحيوانات. الحيوان ده اسمه في حرف عين، حد عارفه؟ صح، ثعلب. كلمة ثعلب فيها حرف العين في نص الكلمة. أما الصورة دي فدي شخص بيعمل حاجات تفيد البشر، بيعمل مخترعات وبيعمل حاجات تفيد الناس. الشخص ده بنسميه مخترع. شاطرين يا أصحابي، كلمة مخترع آخرها حرف العين. طب تعالوا نشوف التدريب ده، عايزين نكمل الحرف الناقص من الكلمة. الكلمة قدامنا والصورة قدامنا، حد فيكم عرف يا أصحابي الصورة دي ممكن تكون إيه؟ حد عرف الحرف الناقص من الكلمة؟ شاطرين يا أصحابي، عنب. الحرف الناقص هو حرف العين، كلمة عنب بتبدأ بحرف العين. طيب هسألكوا سؤال زي كل مرة، إيه الحرف الناقص من الكلمة دي؟ حاجة كلنا بنركبها وبنتفسح بيها وبنحب نسوقها، حد عرف الحرف اللي ناقص؟ فكروا وقولوا لي يا أصحابي لما نتقابل تاني.